الجاي، أصلا هي مرتبطة بالناس بشكل مباشر، قوتها من الناس، واللي يصير قوته، لاحظوا هذا معلم من معالم القوة، هاي قوة الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. شوفوا أكو فرد معالم قوة بعض الأحيان لا تظهر، لا ترى بالعين المجردة. خلينا نركز بها، كل شخص قوته تستند إلى جهة، شو يصير؟ يصير أسير لتلك الجهة. صحيح، احتج إلى من شئت تكون ماذا؟ أسيرة، مو هكذا؟ هذه بعد كلام أهل البيت صلوات الله عليه. أي سياسي الآن إيش قد يضغى، بس من الصير قريب الانتخابات أصلا نغمته، نغمة كلامه تتغير ويا الناس، يستعطف الناس، يسترضي الناس، بعض الأحيان يتذلل أمام الناس. صحيح، المرجعية قوتها بالناس، ولكن ماذا هي تقول؟ أنا عندي تكليف أمام الله سبحانه وتعالى، اجتمع الناس معي، نحن مع أن نؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى نتعاون على الطاعة، تركنا الناس احنا نبقى مستقيمين، من نروح وراء الناس إذا اختلفت اتجاهاتهم؟ صحيح، يعني هل رأيتم في يوم ما مرجعا قال الاتجاه العام الآن عندنا بدأت تتحول الذائقة العامة باتجاهات معينة، يعني خل أروح باتجاهات هذه الذائقة، أحاول أنه أصير قريب من الناس، ما نريد أنفصل عن الأمة، موجود لولا هو محور، هو جبل يأتيه من يأتيه، إذا أعرض عنه الناس يقول لو تظاهرت العرب علي لما وليت عنها، قبله منه الناس أما تأخذ حالة غرور يصير قلق أكثر، يقول أخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى يبتليني بهذا وأضرابه. فوين القضية مؤسسة على العلاقة مع الله والقوة من الناس؟